ان شاء الله الاسود ان شاء الله غنربحو ان شاء الله 3-0 ان شاء الله مربوحه. صح عليكم، تلاقاو في التيران. صح عليكم، وان شاء الله ان شاء الله يكون الانتصار ان شاء الله مربوحه ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. وحنا دايرين الثقه في الركراكي ودايرين الثقه في هذا اللعابه اللي جابوا جداد، ومرحبا بهم في السكينه ديال اكادير. شكرا للصحافه، شكرا لكم. ان شاء الله هذا العام بغينا الجمهوريه تكب تكون هائل ان شاء الله، والله الله الركراكي في الله والمنتخب في الله والله ينصر سيدنا. صح عليكم. الصراحه كنشوفوا تكون قويه واحد شويه، حيتاش نورمالمون المنتخب خصو ما بقيناش بغينا الاداء اكثر ما بغينا النتيجه. واخا هي النتيجه كاينه نورمالمون، ولكن كنحاولوا نشوفوا المنتخب يكون بواحد الطريقه احسن من الاول ويديفلوبي راسو من مستوى لمستوى اخر. وكنتمنى بعض العناصر في ليكيب ناسيونال اللي تعطاهم فرصه حيت عندهم ما يتكال ان شاء الله. والصراحه بالنسبه حيت دياز كيلعب في واحد البلاصه في واحد البلاصه اللي كاينين اللعابه كيلعبوا بواحد التاكتيك في شكل هنا في كونتر ليكيب لي زيكيب ديال لافريك ولا كذا كتكون واحد التاكتيك شويه مغير مختلف، يعني يقدر يكون واحد الضغط عليهم شويه حيت تيكون البريسينغ شويه كثير. ونتمنى يقدموا شي مباراه مزيانه. التوقعات ديالك؟ ان شاء الله غنربحوا حنا، واخا كلشي كان عندنا امل باللي غنربحوا ان شاء الله ونتمنوا الافضل. علاش لا؟ بطبيعه الحال المنتخب راه وصل كاع للنصف النهائي، بطبيعه الحال علاش ما يربحش؟ ونتمنوا ان شاء الله شي 3-0. بطبيعه الحال ابراهيم دياز راه لعاب زعما معروف وكبير، ما نخافوش عليه ان شاء الله يقدر يدير شي حاجه في هذه المباراه ان شاء الله. التوقعات ديالك النتيجه؟ 3-0. نشوف ان شاء الله نربحو ان شاء الله بشي نقطه زعما مزيانه 3 ولا 4 ان شاء الله. صافي هادشي اللي كاين. ان شاء الله ان شاء الله كاين دابا زوينين كيعرفوا يلعبوا ان شاء الله يماركو لينا. صراحه مدرب زوين مزيان، نقول لهم كاملين بون كوراج. الجماهير المغربية متفائلة بالمنتخب الوطني المغربي في المباراة التي سيخوضها اليوم أمام المنتخب الزامبي لحساب الجولة الثالثة من التصفية الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. أسود الأطلس مطالبين اليوم بتحقيق الانتصار إنهم أرادوا مواصلة صدارة المجموعة الخامسة، خصوصا بعد انتصار منتخب النيجر الذي يقوده المدرب المغربي بادو الزكي بثلاثية نظيفة بالقلم بعد انسحاب منتخب الكونغو برازافيل. كان معكم عماد الدين تزريت من أمام ملعب أدرار بأكادير ليون 24.